قلت المدرب اللي هو مناسب للفريق تيبان لي هو الزكي، احسن ما نجيبوش شي حاجه مره اخرى ولا شي حاجه. هو الزكي راه حتى هو مدرب عنده تجربه، عنده زعما ماشي عنده تجارب ماشي غير تجربه دوليه ومغرب وطنيه. نتمنوا يكون شي فريق احسن من هذا اللي يكون شي شباب طالعين مزيانين والله يكمل بخير. واه من الاحسن بد الزكي، يعني الكارير ديالو زوين مع المنتخب وانسان يعني منو فينا، هو مغربي بحالنا غادي غيكون عنده واحد الغيره بزاف على البلاد، يعني هادشي اللي كيبان ليا. انا مغربي ان شاء الله. كاين بدو الزكي هو اللي مزيان من القديم، من شحال هادي ولد البلاد صافي. هو مدرب كان في 2000 كان كان في 2004 تقريبا، كان في مستوى صراحه. من الاقاله تاعير بينورا كنفضلوا ان المدرب يكون مدرب وطني، التجربه ديال المدربين الاجانب داز مع هنري ميشيل مع ايرفين نورار مع التجربه الفرنسيه كنشوفوا الاحسن. انا كنفضل حموته ان هو يمكن على كاين على الساحه. الناس كيهضروا على بدو الزكي، ما كنظنش بان بدو الزكي هو ديال هذه المرحله هذه. حموته بتجربته التنسيقيه ديالو بالمسائل ديالو كنظن هو رجل ديال هذه المرحله، وكيبقى القرار ديال الجامعه الملكيه المغربيه والقتاول الكواليس تعرف كل شيء شنو كاين. الشعب كيقول حاجه ولكن الجامعه كتقول حاجه اخرى، كيشوفها من منظور اخر. ما كناش كنتخيلوا، انا جاتنا مفاجاه كيقول لك لا مدرب مدرب عندنا مدربين، علاش تنجيبوا حنا مدرب بواحد القيمه ديال الفلوس بواحد الفلوس تخيليه نجيبوا اربعة مدربين حنا يدربوا لنا المنتخب، نجيبوا شي واحد هذاك المساعد مصطفى حجي هذاك اللي درب المنتخب يمشي بعيد، ومدربين اخرين عندنا مدربين كيدربوا البطوله ولاد الشعب اللي فهم الروح ديال الشعب. هذاك اول حاجه ما فيش واحد الروح، هذا الحب ديال الوطن باش غير يلعب كوره.